معاكم عيد عبد الهادي مستشارك العقاري صاحب شركة إيدكو للعقارات. الشركة متخصصة في بيع وشراء الأراضي والمصانع والحزم لها. تابعونا على قناتنا على اليوتيوب. إيدكو للعقارات أفضل الاختيارات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم تحيا مصر، واللي بنستضيف فيه اهم الشخصيات في مجال الفن والسياسه والادب. اولا اسمحوا لي بتوجه بخالص الشفاء العاجل للزميل العزيز ايمن القاضي زميلنا في برنامج تحيا مصر، وان شاء الله يكون معانا في الحلقات الجايه. والنهارده معانا شخصيه متميزه وهو المهندس احمد عبد العزيز المكتب الفني لوزير الري. هنستعرض معاه اهم الموضوعات اللي شغل الراي العام زي مشروع تبطين الترع والمصارف والري باستخدام الموبايل وخطة وزارة الري في مواجهة السيول. شرفتنا يا باشمهندس احمد. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك. في بداية الحلقة يا فندم، كنا في تصريح اطلقه السيد وزير الري اللي هو ان الفلاح بعد كده هيروي الارض باستخدام الموبايل. كنا عايزين نعرف ده بيكون هيكون ازاي. بص يا فندم، دلوقتي احنا موضوع الري الحديث دوت ده موضوع من ضمن المنظومة المتكاملة لإدارة الموارد المائية والري. تمام. اللي بتقوم بإدارتها الوزارة. مشروع الري الحديث بيعتمد على بصفة مباشرة على توصيل المياه للنبات. تمام. النبات بصورة مثالية. تمام. معنى ايه؟ معنى ان انا ما بسببش اجهاد للنبات. تمام. عشان اكمل المنظومة ديت في جهاز وزارة الموارد المائية والري بتقوم بتصنيعه بالجهود الذاتية من خلال مهندسينها. تمام. الجهاز دوت عن طريقه بقدر اشوف الرطوبه في التربه بالظبط قد ايه. الجهاز ده عامل زي ترمومتر بالظبط. الترمومتر دوت بيقيس الرطوبه بتاعه التربه. رطوبه التربه ديت بقدر اعرف منها اذا كان الميه في التربه كتيره ولا قليله، بمعنى التربه مشبعه بالميه ولا لا. لو كانت التربه مشبعه بالميه بزياده ده معناه ان في اجهاد للنبات، ده معناه ان النبات مش قادر يتنفس، مش قادر ياخد الاحتياجات بتاعته. لو الميه قليله ده معناه ان النبات الميه اللي فيه قليله والتربه قليله، ده معناه ان هو مش قادر يقوم بعمليه التمثيل الغذائي بتاعته. تمام. العمليه ديت لما بتوصل للحد المناسب، كميه الميه ديت لما توصل للحد المناسب بيكون المؤشر بتاع الجهاز دوت تمام على اللون الاخضر مثلا، لو نقدر نقول. تمام. ان هو الوان متقسم لالوان احمر واخضر واصفر. تمام. على اللون الاخضر ده معناه ان الميه مناسبه، يقدر ان هو يقوم بالعمليه بتاعته. تمام. لما نوصل للمرحله ديت ده معناه ان اقدر اوصل بكفاءه عاليه واقدر اشتغل بكفاءه عاليه لاداره الميه ديت. ده معناه ان النبات قادر ياخد كميه الميه الكافيه بتاعته. تمام. وقادر يطلع انتاجيه محصوليه عاليه. تمام. معالي الوزير كان صرح قبل كده. بس عايز افهم الفلاح، يعني معلش ممكن في فلاحين ما عرفش يستخدموا موبايل، يعني ازاي التطبيق ده هيتم التفاعل مع الفلاح؟ يعني لا، هو التطبيق ده سهل جدا. تمام. احنا مش هنقول ان هو تطبيق، ممكن نقدر نقول ان هو مجرد ان الميه لما توصل للحد اللي هو ان انا محتاج اقفل الترومبه او محتاج اقفل نظام الري بتاعي، بتوصل. تمام. رساله. طبعا كلنا معانا موبايلات، مش لازم نقول موبايل حديث، يعني بتقدر توصل رساله او تبعت رساله من الجهاز دوت لموبايل الفلاح بيقول له خلاص الميه هنا وصلت للحد ان انا لازم اقفل، او الميه ان انا وصلت للحد اللي لازم افتح. الموضوع سهل جدا وبسيط واي حد يقدر يستخدمه. هل ده مطبق في دول تانية؟ طبعا مطبق في دول كتيره، دول اوروبيه. تمام. مطبق في استراليا، مطبق في دول كتيره جدا. استراليا وشفت النموذج ده، يعني حكينا ايه اللي بيحصل في استراليا بالظبط. والله هو في استراليا الموضوع كله بيدور حوالين اللي هو نقدر نقول ايه، استخدام التكنولوجيا. تمام. احنا المزارعين كل الموضوع خاص بيهم ان هو عنده زي شاشه كده اهوت بيقدر يبص، والله انا مستوى الرطوبه عندي واصل لحد معين بيقفل الترومبه، واصل لحد معين ان انا لازم اروي بيفتح الترومبه. الموضوع. تمام. سهل، يعني مطبق في كل الدول، مش حاجه جديده. يعني الاستخدام الفعلي ليه في مصر؟ الست الوزير اطلق التصريح ده، يعني في ناس كتير استغربت من التصريح، يعني امتى نقدر نطبق ده عمليا في مصر؟ بص يا فندم، هو دلوقتي الجهاز دوت بيتم تجربته في مناطق رياديه. تمام. حاليا بنقدر نشوف الجهاز دوت شغال ازاي، بنقيمه، وان شاء الله هيبقى جاهز للتصنيع قريب، التصنيع قريب ان شاء الله. طيب بالنسبه للمشروع اللي هو تبطين الترع والمصارف. آه. اولا انا عايز اسال سؤال، الفكره دي جت منين؟
والتكلفه قد ايه؟ تمام. هي الفكره دي يا فندم، الفكره ان احنا دلوقتي حضرتك عارف ان احنا في مشاكل كتير في الري في تمام. سنوات قبل كده، في سنوات ماضيه كان في مشاكل ديت. المشاكل ديت متمثله ان في استبحار للترع نفسها، لقطاع الترع. في مشاكل في النهايات، المياه ما بتوصلش النهايات، المزارعين في خلافات ما بينهم بسبب القصص ديت. فاحنا دلوقتي في وزاره الري بتحاول يعني بتعمل مشروع اللي هو مشروع التبطين. هو احد المشروعات القوميه تمام، اللي هيبقى ليه مردود اقتصادي واجتماعي وبيئي كمان جيد جدا. خلي الترع منظرها جميل كده يعني بالزبط. بعد ما كانت منظرها مش يعني مش كويس، يخلي منظرها جميل يعني. بالظبط كده. ويقلل الفائد من الميه برضه في الترع. وهيقلل الفائد من الميه. احنا بنتكلم ان المشروع دوت بيتم تبطينه كمرحله اولانيه حوالي 6000 كيلو. تمام. الترع ديت حوالي 6000 كيلو بتكلفه وصلت ل 18 مليار. 18 مليار. 18 مليار جنيه. تمام. هيتم انتهاء منهم ان شاء الله في 2022. يعني معنى اقول ان في 2022 هتكون كل الترع متبطنه؟ لا، كمرحله اولى. كمرحله اولى 6000. 6000 يعني كم محافظه تقريبا؟ يعني ممكن احنا بنتكلم من 6000 دول من اصل 20000 كيلو متر في الترع. احنا بنتكلم يعني تقريبا ربع. بنتكلم بالربع تقريبا. تمام. طب حضرتك كنا عايزين نعرف خطه الوزاره لمواجهه الامطار. يعني احنا طبعا في موسم الشتاء اكيد الوزاره عامله خطه لمواجهه الامطار. تمام. هي الخطه بتاعتها بقى في مواجهه الامطار. الامطار يا فندم دي حاجه من خطه مستمره وموجوده معانا من زمان. الامطار ديت عن طريق مثلا ان احنا بنتكلم على مواجهه السيول، اخطار السيول خاصه في الصعيد. يعني السنه اللي فاتت شفنا يعني مهازل في الصعيد، يعني سيول وبتاع وكلام من ده، والناس اشتكت كتير وكلام من ده. فهل ده مسؤوليه مين بقى؟ هل ده مسؤوليه؟ لا، موضوع السيول وشكوى الناس ديت احنا بنتكلم على ناس متعديه على مخار السيل، عشان حضرتك تبقى عارف السيول نفسها ليها مجرى بتمشي فيه، مجرى طبيعي بتمشي فيه. لما ما يجيش حد حضرتك تيجي تبني في المجرى الطبيعي واحنا مانعين البنى فيه وحضرتك تقول لي انا بشتكي، لا. هو الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان حضرتك بتبني في مخار سيل، فده معناه ان دي مخالفه. حضرتك بتعوق المياه اللي نازله طبيعي اصلا. تمام. تمام. وزاره المواد المائيه والري بتبني سدود وبتبني بحيرات صناعيه. هل في ميزانيه مثلا محدده مثلا للسيول؟ عايزين نعرف مثلا كام. احنا بنتكلم ان احنا في السنوات الماضيه صرفنا حوالي 2 مليار جنيه. 2 مليار جنيه. بالظبط كده، 2 مليار جنيه على اعمال السيول. احنا بنتكلم بنينا حوالي 1000 منشأ. تمام. ما يقرب من 1000 منشأ في محافظات الوجه القبلي، في البحر الاحمر، في سيناء. كل دي منشآت بتختلف بقى من بحيرات صناعيه لسدود لخزانات بتحجز الميه، الحواجز بتحجز الميه حواليها، بننمي بنعمل تنميه مستدامه حواليها للمجتمعات البدويه اللي حوالين المنطقه ديت. تمام. طب تمام. كان في السنه اللي فاتت في موسم الامطار التجمع، مناطق زي التجمع الخامس وكده، هل الامطار هذه يعني تخص وزاره الري ولا وزاره الاسكان؟ لا يا فندم، بص هقول لحضرتك على حاجه. هو الموضوع كله اداره الموارد المائيه كلها موضوع متكامل، بمعنى ان مفيش حاجه ما اقدرش اقول ان اكيد في تنسيق بين حضراتكم كوزاره ري ووزاره الاسكان. بالظبط. حاجه زي كده في تنسيق مستمر ما بيننا وما بين الوزارات المعنيه كلها. تمام. ما بين المحليات، ما بين وزاره الاسكان، ما يعني كل الاجهزه في الدوله بتكون فيها بيكون ما بينها تنسيق متكامل. احنا في النهايه دوله واحده، مش منفصلين في جزء معين. طب وبالنسبه برضو لموضوع تحليه مياه البحر، هل ده مثلا في تنسيق بين وزاره بين حضراتكم كوزاره ري ووزاره الاسكان، ولا ده بيختص بوزاره معينه؟ لا لا لا، لازم يبقى في تنسيق طبعا. تمام. احنا حضرتك لو تاخد بالك في توجه كبير جدا للدوله ان المناطق الساحليه والمدن الساحليه دلوقتي تعتمد بشكل مباشر على تحليه المياه. طبعا عشان نقدر نعمل العمليه ديت لازم يبقى في ما بين وزاره الري ووزاره الاسكان تنسيق كبير. وفي لجان مشتركه ما بيننا وما بين وزاره الاسكان، مش بس وزاره الاسكان، ده في كمان ما بيننا وما بين وزاره الزراعه في لجان مشتركه بننسق في الموضوعات المشتركه ما بيننا. طب هل ده خاص بمحافظات معينه مثلا زي المحافظات الساحليه؟ احنا بنتكلم في المحافظات الساحليه بصفه خاصه. ومحافظات يعني مثلا هيتم فيها تحليه مياه البحر، ازاي الري هتتعامل معاها؟ يعني مثلا هل انتوا مثلا بالنسبه للمياه اللي كانت بتروح لها هيتم تقليلها او هيتم التعامل معاها ازاي؟ لا، المياه اللي بنروح لها، احنا بنتكلم عن اداره الموارد المائيه والري في مصر، هي دايره مغلقه زي ما بنقول. تمام. دايره مغلقه ان كميه المياه بنقدر نستخدمها وبنعيد استخدامها، مفيش. تمام. كميه مياه عندنا بتهدر ومفيش كميه مياه بتروح في حته يعني ثانيه. فاي كميه مياه هتتوفر سواء بقى عملنا تحليه، سواء زي ما قلنا التبطين قبل كده، سواء الري الحديث، دي بيتم استخدامها في مشروعات تانية. طيب كنا بنتكلم على خطه الوزاره لمواجهه التعديات على النيل، يعني في منشات كتير جدا على النيل، يعني الوزاره تتعامل معاها ازاي؟ تمام. المنشات على النيل ديت يا فندم لو منشا مخالف بيتم التعامل معاها طبقا للقانون.
عندنا قانون 12 لسنه 84 تمام. القانون دوت يعني خاص بالتعديات على النيل وخاص بالمجاري المائيه والتعدي. لو القانون لو المنشا اللي حضرتك بتتكلم عليه دوت مخالف موجود على الترعه او المصرف او النيل مخالف تمام. ده بيتم ازالته وبيتم تحرير محاضر ليه. زي ما حضرتك شفت الفتره اللي فاتت في حاجات بتروح للنيابه العسكريه. طب هل ده تنسيق معاكم مثلا بين التنميه المحليه ووزاره الحكم المحلي وكده؟ اه طبعا. هو وزاره الري احنا كل اللي عاملين فيها او كل الموجودين الادارات العامه في المحافظات تمام. بتقوم بالمرور بسرعه دوريه على المصارف وعلى الترع وعلى نهر النيل، بترصد المخالفات ديت وبيتم تنسيق ما بيننا وما بين المحليات وتم تحرير محاضر للناس اللي هي اللي عملوا مخالفات على النيل. اه طبعا. طيب حضرتك دلوقتي كنا بنتكلم برضو في موسم الامطار والكلام ده، انا بتكلم انتوا رازمين ميزانيه تقريبا مش عارف كم مليار لمواجهه الامطار نفسها. تمام. هو الموضوع كله متعلق بالحمايه من اخطار السيول، اللي هي الفكره تمام. مش فكره امطار تمام. الفكره امتى المطر يبقى سيل. أو تمام. ممكن المطر ينزل ما فيش مشكله، ما يبقاش في مشكله خالص، ما يسببش اي مشاكل. لكن احنا بنحاول نحول المنحه اللي هي زي ما بنقول السيول ديت الى هبه. الهبه ديت عن طريق ان احنا بنعمل منشآت بنستغلها، زي ما قلت لحضرتك بنعمل بحيرات صناعيه، بنعمل سدود، بنعمل حواجز، بنقدر نستخدم المايه ديت اللي بتنزل علينا نستخدمها في تنميه مجتمعات. يعني تقصد حضرتك ان انت يبقى في خطط تنسيقيه لمواجهه حاجه زي كده. بالظبط كده. طب دي يا فندم الخطه دي لها مدى زمني؟ يعني مثلا هتبداوا مثلا من شهر 12 مثلا ولا من شهر 1؟ احنا بنتكلم ان احنا في السنوات الماضيه عملنا حوالي 2 مليار وجاري دلوقتي حوالي في محافظات مثلا البحر الاحمر وسيناء محافظات الوجه القبلي، بنتكلم في حوالي 2.5 مليار تقريبا. ان شاء الله دي اعمال هيتم تنفيذها، وفي في الخطه المستقبليه ان شاء الله حوالي 2 مليار برضه. طب هل في محافظات معينه مثلا بتبقوا عاملين حسابكم مثلا المحافظات دي مثلا اكثر تضررا في موسم الامطار يعني بيتم التركيز عليها؟ بنتكلم في سيناء مثلا سينة. في سيناء بصفه خاصه يعني والوجه القبلي برضه. والوجه القبلي. طب بالنسبه لموضوع الري بالتنقيط، شايف حضرتك يعني انا شايف ان الري بالتنقيط ده بيتم استخدامه مثلا في محافظات مثلا اللي هي محافظات اللي هي مدن القناه، الارض المالحه، الارض الرمليه. تمام. غير الدلتا خالص ما بيتمش فيها استخدام الري بالتنقيط. فليه دايما بيتم استخدام الري بالتنقيط في محافظات القناه؟ لا هو زي اسماعيليه والسويس والصعيد. هقول لحضرتك، هو الفكره كلها ان مش فكره ان الري بالتنقيط او ينفع في تربه او لا، هو الري بالتنقيط ينفع في جميع انواع بس التربه المالحه بتهيألي اكتر مناسبه. هي التربه الرمليه لو هنتكلم بشكل علمي هي بتبقى افضل في كميه يعني في استخدامها للميه، ما بتحتفظش بالميه كتير وحاجه كده يعني ليها عليها حاجه علميه. لكن احنا دلوقتي احنا بنتوجه عموما للاراضي القديمه كمان اللي هي التربه الطينيه. احنا بنتكلم ان احنا بنحاول نوعي الناس بالري الحديث واهميته والتوفير اللي بيتم عليه. هل ده مش كلامنا بس ما يعني ما هو الري بالتنقيط ده انا عايز اسال سؤال، هو لقيت بيوفر ميه ولا بيوفر عماله ولا الاثنين؟ بيوفر كل حاجه. بيوفر كل حاجه يعني ده مشروع ناجح يعني. طبعا هو بيوفر ميه تمام وبيوفر عماله تمام تمام وبيوفر سماد. وفي نفس الوقت انت بنتكلم على مردود اقتصادي عالي للفلاح. احنا بنتكلم ان في فلاحين تمام. نسبه المردود الاقتصادي بتاعهم من 30-40% زياده يعني. ماشي دخليها. ماشي معانا مكالمه يا باشمهندس احمد. في معانا مكالمه مداخله جايه لنا دلوقتي، فكنا عايزين نتكلم. الو. فكنا عايزين نكمل بالنسبه لموضوع الري بالتنقيط. هل ليه بتستخدمه الشركات الكبيره؟ ليه بتستخدمه الشركات الكبيره؟ ده عشان المردود بتاعه. زي ما قلت لحضرتك احنا يعني مثلا في شركه 6 اكتوبر مثلا في اسماعيليه ده كل مشاريعها في اسماعيليه بتعتمد على الري بالتنقيط. تمام. ما هو لو حضرتك حسبتها يا فندم والفلاح المصري ذكي كمان، لو هو حسبها هتبص تلاقي حضرتك انت بتوفر 30% او 40% ده زياده في انتاجيه المحصول مش توفير. يعني احنا بنتكلم ان في زياده في انتاجيه المحصول 30-40%. تمام. ده عائد اقتصادي للفلاح. احنا بنتكلم ان استخدام السماد ممكن يقل للنص اكتر من نص كمان. طب ايه الفكره يا فندم في تقليل السماد بالنسبه لري بالتنقيط؟ يعني ايه الفكره؟ الفكره ان انا بوصل للنبات كميه الميه اللي هو محتاجها بالظبط، مش محتاج ان انا ارمي سماد في كل الارض. تمام. محتاج ان انا استخدم زي ما بيقول يبدر 10 شكاير زي ما لا انا بتكلم على كده يعني. انا بتكلم يعني مثلا ايه الفكره مثلا لو بقلل السماد يبقى عشان كده الشركات بتعتمد عليه، تقليل سماد وتقليل عماله وتقليل ميه. بالظبط. وبيوفر مجهود بيوفر وقت. وخلي بال حضرتك ان احنا بنتكلم عن طابتين ترع، انتقلنا من طابتين الترع لري حديث. تمام. لري حديث عشان نطعمه ويصبح تصبح كمان المنظومه متكامله وتتم الاداره دي بطريقه متكامله. عملنا الجهاز اللي هو بتاع
الري الحديث اللي هو بتاع مقياس الرطوبه. مقياس الرطوبه. فاحنا دلوقتي احنا كل اللي احنا بنعمله بس في انباء ان تقريبا حضراتكم في وزاره الري تم الاتفاق مع احد الجامعات الخاصه، يعني الخبر ده انا شفته في بعض المواقع. تمام. مع احد المواقع مع احد الجامعات الخاصه لانتاج الجهاز ده. لا هو مش عشان بس هو يعني هو عمليه التصميم التطبيق اللي هيبعت عن طريقه الرساله اللي هيبقى اللينك او الوصله ما بين الجهاز والموبايل بتاع الفلاح يعني. تمام. فهو ده تطبيق. طب الفكره دي جت منين يا فندم؟ يعني صاحب الفكره كده، يعني الفكره دي ممتازه جدا، كنا عايزين نشكره في الحلقه هنا، فعايزين نعرف مين صاحب الفكره بتاع اللي قريب الموبايل. هل هو معالي الوزير؟ طبعا. واضح ان معالي الوزير طموح وعنده خطط جباره طبعا. أكيد. لحاجه زي كده. طيب الفكره دي يعني هل شايف حضرتك انها هتناسب المجتمع المصري؟ انت قلت حضرتك انت سافرت استراليا والفكره دي متطبقه هناك، هل شايف ان الثقافه بتاعتنا مؤهله لحاجه زي كده؟ طبعا. وبعدين خلي بقى حضرتك اي حاجه جديده عموما بيبقى ليها مقاومه. يعني مهما كانت بسيطه دايما حضرتك بتلاقي مقاومه، وبعد كده الموضوع بيستمر بصوره تلقائيه جدا يعني. تمام. يعني اقصد هل ثقافه المجتمع ممكن تتقبل حاجه زي كده؟ يعني هل هيبقى في مثلا خطوات تدريبيه وكده؟ لا هو الموضوع سهل جدا بسيط. انا بقول لحضرتك ان الجهاز بيبعت رساله يقول لا ان احنا محتاجين المياه وصلت للحد المناسب او كفايه كده، يعني تقدر حضرتك تقفل يعني. نستاذن حضرتك نخرج فاصل. اعزائي المشاهدين مع فاصل ونواصل مع حضراتكم الحلقه تاني. معاكم عيد عبد الهادي مستشارك العقاري صاحب شركة إيديكول للعقارات. الشركة متخصصة في بيع وشراء الأراضي والمصانع والحزم لها. تابعونا على قناتنا على اليوتيوب. إيديكول للعقارات أفضل الاختيارات. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل ونكمل حوارنا مع المهندس أحمد عبد العزيز المكتب الفني لوزير الري. مش مهندس، كنا عايزين نعرف موضوع اللي هو الري بالتنقيط. احنا كنا مكمل قبل الفاصل. كان في مثلا شركات معينة، هل ده ينفع باستخدامه مثلا في الدلتا؟ يعني هو مثلا مستخدم في محافظات القناة، هل ينفع استخدامه في الدلتا؟ طبعا مستخدم في الدلتا. بس البيئة الطينية في الدلتا يعني غالبا مش مؤهلة ليه. لا ليه؟ ليه؟ انا زي ما قلت لحضرتك الري نفسه اسلوب الري ده والري الحديث ده مطبق. تمام. في كل الانواع. احنا استاذنك معانا زميلنا العزيز. تمام. في برنامج طاحيه مصر الاستاذ ايمن القاضي حابب يوجه سؤال لحضرتك. استاذ ايمن. ايوه مع حضرتك. ايوه استاذ ايمن. أيوة. الف سلام عليك اولا يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك يا استاذ ايمن. طبعا احنا افتقدناك والله يا استاذ ايمن في الحلقه دي، وكان نفسنا تكون معانا في الحلقه دي، وان شاء الله ترجع لنا في اقرب وقت. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ عصام وبضيفنا الكريم الباشمهندس احمد. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اتفضل معاك الباشمهندس احمد. معاك الباشمهندس احمد يا استاذ ايمن. شرفتنا استاذ احمد وشرفت البرنامج. ربنا يخليك يا فندم. ربنا. خلاص استاذ احمد ارجو القاء الضوء، هل المياه الجوفيه في مصر تكفي لاستصلاح المساحات الكبيره من الصحراء وبخاصة في محافظة الوادي الجديد، وذلك ضمن خطة التنمية للدولة التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ تمام تفضل. تمام. بص يا فندم حضرتك، موضوع المياه الجوفية دوت، المياه الجوفية عشان حضرتك تبقى عارف ده مصدر يحتاج إلى تنمية مستدامة ويحتاج المحافظة ليه لأجيال قادمة. تمام. تمام. احنا في التوجه دوت احنا بنسعى دايما للمحافظه على المصدر دوت، لانه مصدر هام جدا ونادر بالنسبه لنا. في اطار دوت احنا بنستخدم زي ما حضرتك سمعت، لو سمعت حضرتك قبل كده، موضوع الطاقه الشمسيه في ضخ الابار. بالظبط كده، دي احد الموضوعات اللي احنا بنحافظ بيها على الخزان الجوفي عشان نقدر نضمن استدامته. موضوع الخزان الجوفي نفسه استدامته ديت بتختلف، ومكانه وامكانيات المياه الجوفيه فيه بتختلف من منطقه للتانيه، وبتعمل دراسات مستمره على الموضوع دوت عشان نقدر نحدد المناطق ديت، المناطق اللي نقدر نستصلح بيها استخدام المياه الجوفيه. يعني استكمال استاذ سؤال استاذ ايمن، بالنسبه مثلا انا مثلا جاي دلوقتي عايز احفر بير ميه،
يعني بعرفه ازاي؟ يعني بعرف مثلا المنطقه دي، مثلا المنطقه دي فيها ميه ازاي؟ دي دراسات موجوده يا فندم في وزاره المواد المائيه يعني والري. عشان تنسيق يعني، انتوا حضراتكم لازم تدوا الراي قبل ما يحفر اي مكان، ما ممكن اروح احفر مش بالظبط. هو قبل ما اي حد يحفر اصلا المفروض ان هو بيرجع لوزاره المواد المائيه والري عشان ياخد ترخيص. بالظبط. لا، هل في خريطه؟ في دراسات. طبعا. لا، في خريطه بالمناطق اللي فيها مثلا الاماكن، مثلا المنطقه دي مثلا فيها بير مثلا على بعد 10 متر، على بعد 20 متر، على بعد 100 متر. في خرائط طبعا، في خرائط وفي دراسات. بيرجع لوزاره الري يقول انا عندي قطعه الارض ديت انا عايز احفر فيها بير. بنبتدي نقول له حضرتك هتحفر بير على كذا، والمقارنة المائية او كميه المايه اللي تقدر تسحبها بكميه معينه كذا. القصه ديت بنعملها عشان نحافظ على الاستدامه. انا ممكن البير دوت يقدر يستخدمه 30 سنه، ممكن يستخدمه 50 سنه، ممكن يستخدمه 10 سنين. تمام. وقطعه الارض ديت بكميه المايه اللي احنا محددينها يقدر يروي بيها فدان، ويقدر يروي بيها اثنين فدان، ويقدر يروي بيها ثلاثه، نفس كميه المايه. في بير مثلا ممكن تقعد تحفر كيلو عشان تجيبه، يعني عشان تجيب المايه منه. ما هو ده على حسب المنطقه. ده على حسب المنطقه اللي بنتكلم فيها. يعني هو في دراسات بتحدد المناطق ديت. هو اقل كام متر كام يا فندم؟ يعني مثلا انا عشان احفر بيه مثلا كام متر عشان اوصل للميه؟ اقل حاجه احنا بنتكلم على قد يعني بتختلف. لا، احنا اقل حاجه احنا بنتكلم مثلا ممكن نوصل ل 50 متر. ممكن في ميه بتطلع لوحدها، في بتطلع لوحدها. يعني في هل في مثلا طرمبات يعني او مواطير مياه مثلا بتشفط الميه مثلا؟ يعني الشركات الكبيره بتستعمل بتعتمد على حاجه زي كده. هي بص يا فندم، هي منظومه متكامله. المنظومه متكامله بمعنى حضرتك دلوقتي عندك كميه ميه محدده بتطلعها من ميه جوفيه. كميه الميه المحدده ديت حضرتك بتستخدمها، ممكن تروي بيها زي ما قلت حضرتك فدان او اثنين او ثلاثه. الاستاذ ايمن عايز في سؤال ثاني، اتفضل يا استاذ ايمن. استاذ احمد، باشمهندس احمد، اتفضل. هل لو كان في ارض مزروعه في اي مناطق صحراويه وانقطعت عنها المياه ووجد مياه اخرى، هل الحكومه تتدخل لتفرض على وزاره الري او القائمين على المشروع المياه لاعطاء الشباب كميات المياه اللي نقصد من حصتهم؟ اللي نقصد. بس يا فندم هقول لحضرتك على حاجه، الموضوع المياه والمياه الجوفيه ديت وادارتها ده موضوع لازم يتم بعنايه شديده. القصه كلها بتدور حوالين التنميه المستدامه والاداره. تمام. الاداره المتكامله بمعنى يا فندم، بمعنى دلوقتي انا شكرا استاذ ايمن. استاذ ايمن بس شكرا، اتفضل يا فندم. بمعنى ان انا لو عندي بير دلوقتي انا ممكن زي ما قلت لحضرتك استخدمه اروي بيه فدان او اتنين فدان او ثلاثه فدان. تمام. ممكن استخدمه يكمل معايا 10 سنين او 20 سنه او 30 سنه، ده على حسب استخدامي وعلى حسب اساليب الري المتاحه عندي. هل في لجان من وزاره الري بتنزل مثلا؟ انا مثلا كواحد مثلا فلاح عندي حته ارض في الصحراء فانا عايز احفر بير، هل في لجان من وزاره الري بتنزل تتعاون معايا انا تقول لي مثلا انت تحفر في المنطقه دي او تجيب لي خريطه او حاجه زي كده؟ طبعا. ولا هو بيمشي مع نفسه كده؟ لا لا لا، ما هو قبل ما يحفر البير اصلا لازم ياخد ترخيص من وزاره الري. ترخيص وزاره القانون. ترخيص حفر. ترخيص حفر، وبيتم حفر. المتابعه للحفر، نتائج الحفر ديت بيتم متابعته وبيحفر صح ولا لا. لان احنا عايزين نحافظ على الخزان نفسه. الخزان زي ما قلت لحضرتك ده مورد نادر غير متجدد، مياه غير متجدد. يعني لازم ياخد ترخيص من وزاره الري. بالظبط كده. طيب وهل الوزاره يا فندم بياخد ترخيص بتنزل مثلا بتنزل لجنه معاه تشوف مثلا المناطق دي وفي خريطه مثلا بتحدد له احفر هنا ما تحفرش هنا كده؟ ما هو زي ما بقول لحضرتك الموضوع كله تنميه متكامله. تنميه متكامله ومستدامه. هو قبل ما يجي بيقول انا عندي حته الارض الفلانيه. تمام. انا عايز احفر بير هنا. احنا ساعتها هنا بندرس وبنقول له لا هنا تقدر تحفر بير ولا لا، والبير على عمق قد ايه، وكميه المايه اللي تستخدمها قد ايه. تمام. هو بقى كمان يعني كميه المايه ديت هو بقى زي ما بقول لحضرتك بترجع لشطارته. هو ممكن يزرع بيها فدان، يزرع بيها اثنين، يزرع بيها ثلاثه. طب هل مسموح بيه ليه كام بير؟ يعني مثلا هل مثلا بتحسبوه مثلا ابيار على عدد الفدان؟ يعني مثلا الفدان مثلا ليه ثلاثه او اربعه ولا خمسه؟ البير بيخدم مساحه 238 فدان. البير 238 فدان؟ تمام. بس ما مش هشوف يا فندم المايه الاول، يعني مثلا هل البير ده فيه كميه مياه تكفي 238 فدان؟ ما انا بقول لحضرتك الموضوع تنميه مستدامه، الموضوع اداره. انا البير اللي انا حفرته دوت انا عارف مثلا ان هو بقول له حضرتك هتسحب منه كميه ميه معينه، الميه ديت هتكفي حضرتك 30 سنه. 30 سنه. لما حضرتك تسحب اكتر اكيد كميه الميه دي يعني الفتره الزمنيه دي هتقل. لما حضرتك تسحب اقل الفتره الزمنيه هتزيد. هل في تنسيق يا فندم بين حضراتكم والوزارات المعنيه بخصوص مرضى موضوع الحفر ده؟ مثلا وزاره الاسكان او وزاره الزراعه. طبعا. التنسيق ده بيتم ازاي؟ يعني مثلا انا دلوقتي هاخد رخصه، هل لازم الاول مثلا امضي عليها وزاره الري وبعد كده ارجع للزراعه
وبعد كده ارجع للاسكان وهيئة المجتمعات، ولا باخد من وزارة الري هي بتكون مجمعة؟ ما انا بقول لحضرتك هي دلوقتي هو عشان يتقدم برخصة ده ليها معايير ماشية في القانون، ليها مستندات بيتقدم بيها، مستندات ملكية ارض، طلب هيزرع ايه، يعني ليه في مستندات وفي تنسيقات بتتم، وفي لجان عليا مشتركة اصلا ما بيننا وما بين خاصة بالمياه الجوفية دوت، يعني في لجنة عليا مشتركة بين المياه الجوفية عشان يخش الترخيص دوت لازم يستوفي المستندات. اللجنة ديت فيها كل الوزارات المعنية تمام عشان نوافق له على ترخيص البير، والموضوع دوت بيتم بسهولة. هو الفكرة كلها ان هو يكون مستوفي المستندات اللي هو بيتقدم بيها، يعني يكون مستوفي المستندات. اه بالظبط. طيب يا فندم، بالنسبة مثلا لموضوع الري برضه، نرجع لموضوعنا، موضوع الري، موضوع التبطين. انا شايف ان حضراتكم بدأتوا بمحافظات معينة. يعني لا ليه محافظة، ولا انتوا بتختاروا مثلا المناطق اللي هي مثلا نقدر نقول مثلا يعني ايه مش كويسه قوي، يعني مثلا ترع مثلا منظرها مش كويس؟ احنا بنسميها الترع المتعبه. لا، الاكثر احتياجا. لا، هي الترع المتعبه. الترع المتعبه دي معناها ايه؟ دي معناها ان في مشاكل في النهايات كتير. ايوه تمام. او في معناها ان القطاع بتاعها مستبحر. القطاع بتاعها مستبحر. القطاع مستبحر دي معناها ان القطاع الحالي اللي موجود دلوقتي اكبر من قطاع التصميم اللي كانت عليه، فده احنا بنرجعها للقطاع التصميمي من خلال عمليه التبطين ديت. فاولا انت حضرتك بترجع بتوفر ميه، سرعه الميه تبقى كبيره، بيبقى ليها مردود اقتصادي واجتماعي وبيئي كبير جدا. تمام. عموما باشمهندس احمد احنا سعدنا جدا بحضرتك، وبصراحه كانت حلقه ممتعه، وان شاء الله يكون لنا لقاءات في حلقات قادمه. ان شاء الله. والف الف شكر لك يا فندم. شكرا لك. اعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا النهارده من برنامجكم طاحيه مصر، والى اللقاء في الحلقات القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.